أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الليلة أجواء لطيفة مناسبة للأنشطة الخارجية من ركوب دراجات وكذلك المشي خاصة على البحر، وكذلك الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية راح تبدي تتحول تدريجيا خاصة في ساعات الصباح الأولى من يوم الغد إلى رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام من اليوم لباشر الصبح، تصل سرعتها بوجه عام إلى 30 كيلومتر في الساعة. نتعرف أكثر على الأجواء الحالية في مدينة الكويت. أجواء معتدلة تميل إلى البرودة مع رياح جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 11 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 39%، والرؤية الأفقية حول 9 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجه عام على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا نقع تحت تأثير تفاوت في تأثير المرتفعات والمنخفضات على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية، مأثر علينا برياح متقلبة الاتجاه من حين إلى آخر، جنوبية شرقية إلى شمال مالية غربية. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة تميل إلى البرودة، متوقع تصل درجات الحرارة في منتصف هذه الليلة ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية، لكن مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد راح تبدي تتحول تدريجيا إلى رياح شمالية غربية تصل سرعتها بوجه عام إلى 30 كيلومتر في الساعة. أجواء أيضا راح تكون باردة نسبيا في ساعات الصباح الأولى، متوقع تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية، لكن الإحساس بالبرودة راح يكون أكثر. منتصف يوم الغد راح تكون أجواء حارة نسبيا، متوقع تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، لكن راح تبدي تتراجع تدريجيا مع نهاية ظهر يوم الغد، متوقع تصل ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية تقريبا حول الساعة الثالثة عصرا. أما بالنسبة للرياح في منتصف يوم الغد متوقع أن تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأيضا البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاعه نهارا ما بين 1 إلى 4 قدم. مساء يوم الغد راح نلاحظ تراجع ملحوظ في سرعة الرياح، متوقع تصل إلى 26 كيلومتر في الساعة، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة في مساء يوم الغد راح تكون ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية، والهواء راح يكون خفيف. أيضا راح تكون أجواء لطيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 قدم نهارا، أما بعد منتصف يوم الغد متوقع يصل ما بين 1 إلى 3 قدم، وهذه الفترة فترة فساد اللي يكون فيها تيارات الماء ضعيفة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت: موعد أذان الفجر الساعة 4:48، شروق الشمس الساعة 6:07، أما موعد أذان المغرب الساعة 5:52. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة: باكر راح يكون الهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه تصل سرعته إلى 32 كيلومتر في الساعة، أجواء مشمسة معظم الوقت وحارة نسبيا، العظمى المتوقع 32 أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة راح يقلب معنا الهواء كوست تصل سرعته إلى 35 كيلومتر في الساعة، أيضا راح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا، العظمى 33 أما الصغرى 17 درجة مئوية. يوم السبت والأحد الهواء راح يكون شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه تصل سرعته إلى 35 كيلومتر في الساعة، أجواء غائمة جزئيا، متوقع أن هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في يوم الأحد، العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية. أجواء مشابهة في يوم الأثنين، لكن راح تبدي تقل السحب تدريجيا مع استمرار رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة، العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، تنتهي جولتنا الجوية لهذا اليوم، ونعود بكم إلى الاستديو والزملاء إيمان أحمد وعامر العجمي، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.